برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يستكمل وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين مشاركته لليوم الثاني في اجتماع الجمعية العامة 41 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 205 للمجلس الحاكم واجتماعات اللجان الدائمة والفعاليات المصاحبة المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد منتصف أكتوبر الجاري. وتتضمن الاجتماعات مناقشة البند الطارئ المعني باتخاذ قرار للتصدي للتغير المناخي، ومناقشة الموضوع العام للجمعية حول تعزيز القانون الدولي، الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة خاصة حول احتفال الاتحاد البرلماني الدولي بالذكرى 130 على تأسيس الاتحاد. وقد أكد وفد الشعبة البرلمانية على أهمية المشاركات البرلمانية الدولية والإقليمية واستعراض جهود مملكة البحرين في مختلف المجالات وإبراز إنجازات النهج الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك المفدى. وأكدوا أن الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين حريصة على الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية تماشيا مع أهمية دورها في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات. تشارك مملكة البحرين برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل في الاتحاد البرلماني الدولي 141 الذي يقام في العاصمة الصربية بلغراد من تاريخ 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. ويشارك في هذا المؤتمر الشعبة البرلمانية اللي هي تشكل من أعضاء من مجلس الشورى والنواب، وذلك للخوض في كل فعاليات المؤتمر بما تصاحبه من فعاليات واجتماعات لجان مصاحبة التي تهدف إلى تسليط الضوء على كل الأمور الحيوية الطارئة في المنطقة. حقيقة هذا المؤتمر مؤتمر فعال ودي أهمية قصوى، وخرج بجميع القرارات التي خرجنا بها من أمس ونواصل بها اليوم لها أهمية في الحد من تأثير الأمور الطارئة من مناخ وإلى آخرة وعلى المستوى الصحي والاقتصادي. تشارك مملكة البحرين في اليوم الثاني في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني. هناك عدة كلمات سوف تلقيها رؤساء الوفود، هناك أيضا حلقات نقاشية من أهمها البند الطارئ المقدم من جمهورية الهند، هناك أيضا حلقات نقاشية ذات صلة بالسلم والأمن الدولي، وأهمها موضوع تجريم غسيل الأموال. الوفد سوف يشارك بفعالية في مختلف الحلقات النقاشية، ونتأمل إن شاء الله أن نواصل هذا الأيام القادمة.